هذا الموضوع ما بقاوش نهضروا عليه، هذه الجمعيه اجتمعات، هذه ما اجتمعاتش، هذا عيط، هذا ما عيطش. لا ولكن الواقع السي رشيد هو ان واحد بقيت ملي كانت الوداد محتاجه ديساج ما غاديش نرجعوا، ما غاديش نرجعوا السي خالد. لا ماشي البارح، علاش هو السي خالد يتكلم على القضيه الفارغ ولي زاليرو قال لك اودي علاش حنا اودا اجي، علاش خالد قال على انا اللي فهمت كلامه، علاش حنا درنا المبادره لان ما لقينا كاين الفارغ وما لقيناش الناس بغات دير هادشي. اليوم ما بقاوش نهضروا على هادشي لان وقع اجتماع، وقع اجتماع ما بين اكرم والشريبي وكانوا فيه حاضرين الجمعيات، حاضر عزيز بودرباله، كلنا قلنا غادي نتجندوا وقلتها في الاول في الاول ديال البرنامج، كلنا غادي نتجندوا وراء اكرم لانه هو رئيس الوداد وحنا ملزوم علينا باش نحترموه كرئيس الوداد، وحنا متجندين من وراه، والا محتاج بينا شي واحد يعيط عليه حنا مستعدين.